عقد منتدى الطاقة الدولية 14 في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير مع وفد رفيع المستوى من وزارة النفط. ويحظى هذا المنتدى بأهمية كبيرة كونه يعد أكبر تجمع عالمي يضم وزراء الطاقة ورؤساء الشركات البترولية الوطنية والعالمية بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بشؤون النفط والطاقة. مزيد من التفاصيل في سياق هذه الرسالة. احتضان موسكو للقاء الوزاري 14 لمنتدى الطاقة الدولية وفي وقت يترقب فيه العالم تداعيات الأزمة الأوكرانية ومدى تأثيرها على الأمن الأوروبي للطاقة، خاصة وأن أنابيب الغاز الروسية تمر إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، وجدت انعكاساتها على أجواء هذا اللقاء، أمر عبر عنه بوضوح رئيس الوزراء الروسي برسائل متعددة الأهداف. من الضروري دفع ثمن توريدات مصادر الطاقة، وآمل أن تفهم جميع الدول وجميع المستهلكين المتواجدين حاليا معنا وغير المتواجدين لأسباب مختلفة بما فيهم أوكرانيا، بأن المدفوعات لا يجب أبدا أن تكون مرتبطة بالسياسة. وطالما يسعى منتدى الطاقة العالمي تبني سياسات تقوم على ضرورة تجسيد أمن الطاقة ووضع استراتيجيات استقرار السوق الدولي لها، فإن مشاركة دولة الكويت وبهذه الفعالية والنشاطية الواضحتين تأكيد على دور ومكانة دولة الكويت وسياساتها في تكريس الأمن والاستقرار الدوليين. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم حضرنا الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة الدولي، وكان العنوان الرئيسي هو التأثيرات الجغرافية وكذلك السياسية على مستوى الإمدادات وتوفير الطاقة في العالم. أنا أعتقد أن كان الجلسة الافتتاحية فيها كثير من الكلمات الجيدة التي على الأقل تعطي مغزى الدول سواء المصدرة للنفط والمنتجة له، وأيضا الدول المستهلكة والتي ترغب في زيادة تلقي هذه الإمدادات وتخشى من تأثيرات الجغرافية وكذلك السياسية من أنها تحد من توفر هذه الطاقة. طبيعي بأن كانت الكلمات خاصة مندوب الأمم المتحدة بما يتعلق بأن اليوم دول مثل آسيا وأفريقيا لا زالت تفتقر إلى مستويات شديدة من الطاقة والواجب توفيرها، ولا شك بأن نحن اليوم كدولة الكويت بينا في كلمتنا خلال الجلسة الافتتاحية بأن الكويت تعمل دائما على توفير الإمدادات الملتزمة بها إلى آسيا، خصوصا بما يتجاوز 70% من نفوطنا تذهب إلى آسيا، وكذلك ملتزمين بزيادة إنتاجنا ليس فقط للشأن الداخلي وهو يعني تغذية خطة التنمية، وإنما لإمداد العالم مما تحتاجه من إمدادات في الطاقة. وبينا بأن الموضوع ليس فقط بعيد عن قضايا البيئة، فهناك أرق وتخوف دولي بأن معدلات ثاني أكسيد الكربون تؤثر سلبا على التغييرات المناخية، وواجب بأن نحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إنما هي معادلة دقيقة لا يجوز بأن تفرض شروط ونوع من على الأقل الضرائب أو نوع من على الأقل الشروط القاسية على الدول المنتجة للنفط، بينما الدول الصناعية هي اليوم تنتج وهي لديها من الإمدادات، ولا يكون هذا الأمر متسم مع ما تفرضه من الشروط. فكان الحقيقة الكلمات يعني الافتتاحية ممتازة، ونتطلع إن شاء الله بأن الجلسات أيضا تنفيذية لهذا المنتدى تسفر عن توصيات تستفيد منها كافة الدول سواء المنتجة أو المستهلكة للطاقة، وخصوصا عندما نقول الطاقة نعني بذلك إلى حد كبير هو النفط. وعلى هامش اللقاء أجرى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير مع وزير الطاقة القطري ووزير الطاقة الإيراني ووزير التنمية الإقليمية الروسي حول الشأن الثنائي المشترك والمسائل الدولية الملحة. إن يكون الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي 14 هذا دلالة على سعي الدول المشاركة سيما دولة الكويت بوصف أحد الدول الفاعلة إلى تثبيت الاستقرار والأمن العالميين. عيسى، تلفزيون دولة الكويت، موسكو.